وزينب انت هون؟ ليش جاي بكير؟ ما في شغل. كيف يعني ما في شغل؟ يعني الشغل بين ايدي خلصته بعد ما بعت اسوارتك وحاسبت العمال. ولا يهمك، في ذاك الاسوارة. إذا استمر الحال على هالحكي حضر الثانية مع السنسال والخاتم. كفى الله شرك يا زلمة، ليش بتفاول هيك؟ أنا ما بفاول، أنا بحكي اللي بده يصير معنا إذا استمر الحال على هالحكي. ما دامك هون خلينا ناكل سوا. ودينا بدي أحضر أكل اللي ولك ولا أكلت قبلي. أنت ليش بتكذب علي؟ شو؟ أنت شو اللي بتحكيه؟ من وين المصاري اللي كنت تعطيني إياهم طول الوقت المنفى هذا؟ شو هاللهجة يا جميل؟ أنا حكيت مع أمك وما معها خبر من كل هالحكي. من ماما ولا من غيرها؟ المهم دبرت لك شغل تشتغل وتستقل. أنت دبرتي لي المصيبة. من وين المصاري؟ يا جميل يا حبيبي يا روحي بقول لك من وين المصاري؟